اهلا بيكم مشاهدينا، ولسه بنتابع مع حضراتكم فعاليات منتدى شباب العالم من شرم الشيخ، ومعايا دلوقتي احدى المتحدثات في جلسه مستقبل التحول الرقمي والتكنولوجيا مع بعد الجائحه، الاستاذه موجان اسجاري، مؤسسه شريكه في شركه وومن ان اي اي المتخصصه في الذكاء الاصطناعي. We're very delighted to have you with us here today. Could you please tell us more about the هل من الممكن ان تحدثينا عن الموضوعات الرئيسيه التي ناقشتوها في هذه الجلسة؟ أشكرك جزيلا. في هذه الجلسة تحدثنا عن الذكاء الاصطناعي والمفاهيم الخاصة به وإنترنت الأشياء وغيره، وأحد الموضوعات التي ركزنا عليها في الجلسة هو كيف يمكن أن ندعم النساء وبالصفة خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. وأيضا كان هناك موضوع آخر وهو حول مفهوم الميتافيرس وهو الواقع الافتراضي، وأيضا ناقشنا العديد من الأمور الخاصة بالتكنولوجيات واستخداماتها بشكل أساسي وبصفة خاصة في وقت الجائحة، وكيف يؤثر ذلك، هل هذا يساعد أم يتم الاعتماد عليه بشكل كبير، وكيف يمكن أن نوظف ذلك، وما هي أفضل الحلول وأفضل النتائج. كانت هذه الموضوعات. ما هي التوصيات الخاصة بالجلسة؟ فيما يتعلق بتمكين المرأة في هذه المجالات، نحن كانت توصياتي هي أن نركز على التعليم، لذا كان هناك الكثير من المتحدثين الذين تحدثوا عن التعليم وأهمية التعليم، والتعليم يبدأ في كنوال المجتمع من بداية من الأسرة والأب والأم، ويجب أن يكون واعين للفرص التي نستطيع أن نحققها من البدايات الأولى. لذا على المؤسسات التعليمية والأكاديمية أن تعمل بشكل تعاوني، وأن يكون هناك أسلوب عملي، وأن تشارك فيه الشركات أيضا، والشركات يجب أن يكون لديها برامج تدريبية للعاملين للتغلب على أي عقبات تقابلهم، وأيضا أن يكون هناك استشراف للوظائف الجديدة التي يمكن أن تكون موجودة في المستقبل، والهرم الخاص بالقوى العاملة. وبسبب هذا فإننا لسوء الحظ رأينا أن النساء كانوا أكثر تضررا من هذه الأزمة وفقدوا وظائفهم. كان الأمر يحتاج لتدخل تكنولوجي، وهذا ما نحتاجه دائما لرفع الكفاءات، وهذا أمر هام لدعم النساء. وفيما يتعلق بموضوع الميتافيرس واستخداماته وفائدة هذه التكنولوجيا، فإن الهدف الشيء الأساسي الذي ركزنا عليه هو الاتصالات كبشر، أن يكون هناك تواصل في أي شيء نقوم به في الحياة. وإذا ما كنا نستخدم التكنولوجيا للابتعاد عن بعضنا البعض وأن تحل التكنولوجيا محل التواصل، فإن هذه هي الطريقة الخطأ للتعامل مع التكنولوجيا. التكنولوجيا موجودة لمساعدتنا لأننا بشر، ويجب أن لا ننسى هذا الأمر، يجب أن نحسن استخدام هذه التكنولوجيا. شكرا لوجودك معنا. يعني مشاهدينا، كان معنا الأستاذة موجان أسجاري، مؤسسة شريكة في شركة وومن ان اي اي المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.